كما نصيحة يا مخرج، دور لك بطل غير هذا، لأنه شي تعبك هذا المضربة. احترم نفسك وما تتدخلش بالإخراج، أوكي؟ ولو معك مشاكل معه برع سدو في به، مش عندي، مفهوم؟ هيا ناهي، إذا ما أتعبك بالنسمة حلقتك شنب هذا. ما له شنبك؟ ولا حاجة. احلقوا لي الشنب. عادوا ما خرجش من بطن أمه اللي شمديدو على شنبي. مش مزاجك، وأنا اللي قرر هنا، وبتحلق شنبك غصبا عنك، وكلامي هنا اللي مسموع. لو تجي تحلق لكم بالشنب العرام. عرام؟ هذا الحواجب حقه، علشان يكون تسع كهنة المعبد والمسكة. فرحان مالك دخل؟ حسابك عندي وفرحان، قد لم يجمع لك الصلع فطيرة والرجال يقرب من شنبي. وبعدها يا مخرج، المعروف أن البطل يجي بدون شناب، والشرر بشناب من سبع البطل يفتجع منه. تعال، إيش رأيك تجي تخرج وأنا روح؟ ده بس كل أصول. لو كان الشر والرجولة بالشنب، إن الصرصورة أكبر رجاء، معها شنب أكبر من حجونك هذا. هي احلقوا له شنبه. اللي شمد يده على الشنب حقي شقطعه من المفصل، وانت بعد يديك كا عاد شبكينا، ما سمحتوش الاعتدال تتمكيك، شتمكيك انا؟ مو قصتكم يا جماعه، وحش بعيد الشنب وحش يمكيك، هذا مش شغل كفر قريش، هذا شغل اليهود.